بتاعتي هعمل لكم النهارده قرنبيط، طارت قرنبيط بالسبانخ وبالبيض. هي طارت من غير قاعده، يعني من غير يعني ما فيهاش اي عجينه، هي بس فيلينج كده، عباره عن قرنبيط بالسبانخ وصوص الجبنه، وهوريكم هنعملها ازاي. المقادير: بيض، بصل، دقيق، زبده، سكر، بابريكا، جبنه مبشوره اي نوع عندك تحبي تستخدميه، عندي سنوبر كمان لو مش عايزين تستخدموه تقدروا تشيلوه، ومرمريه. انا افضل ان احنا نستخدمها الخضره الطازه، بس لو مش متوفره هنحط الناشفه، بس الناشفه هنحط كميه اقل لان بيبقى طعمها تقيل شويه. ومعانا مستارده، زبده، ودقيق، وكمان معانا سبانخ ولبن. اول حاجه هعملها احضر الصوص اللي هعمل بيه التارت بتاعي، والمفروض القرنبيط بنجيب راس القرنبيطه بنقطعها وبنحطها على حبه زيت زيتون، ملح وفلفل، وحبه مرمريه من اللي احنا اللي قلت لكم عليها، وبدخله الفرن تقريبا بياخد 3 ارباع ساعه لساعه في الفرن لحد لما يدبل خالص ويبقى لونه بني كده مكرمل. انا حطيته في الفرن الاول، لما يطلع هوريكم شكله بقى عامل ازاي. هحط زيت في الطاسه وهحط الزبده وهبتدي احمر الدقيق. هسيب الدقيق يتحمص شويه لغايه لما ريحته تطلع عشان يبقى مستوي في الصوص بتاعي. هجيب طاسه تانيه هحمر فيها، هدي بس تشويحة كده للسبانخ. الوصفة دي أصلا كانت معمولة بالكيل، الكيل ده برضو نوع من أنواع الخضار الأخضر، الورق يعني الأخضر المنتشر اليومين دول، بقاله يمكن سنتين منتشر جدا، وهو بيتميز إن هو فيه نسبة عالية جدا من الفيتامينات والحديد وهيلثي جدا يعني، بس هو للاسف مش متوفر، يعني هو متوفر في السوبر ماركتات الكبيره بس يعني مش على طول. فلو ما فيش تقدري تحطي سبانخ او تحطي جرجير، ده او ده مش هيفرق. انا بحب ادوب الدقيق مع اللبن بره النار عشان ما يكلكعش مني. هرجعه على النار تاني، هبتدي احط له طبعا اتبله ملح وفلفل. شويه ملح، شويه فلفل، وممكن كمان تستعملوا بدل السبانخ والجرجير ممكن تستعملوا ورق السلق. يعني احنا ورق السلق الناس بتستعمله بس في حاجات معينه، انما احنا ممكن ورق السلق ده في لبنان مثلا بيعملوا بيه محشي زي ورق العنب، وبيستعملوه في استعمالات تانيه خالص. احنا عندنا هنا مقتصر على كام حاجه بس هو تقدري تدخليه في كذا نوع اكله عادي جدا من غير اي، وطعمه حلو جدا برضو. و
وهجيب طاسه تانية صغيره، ده مش هسيبه كتير على النار عشان ما يتبلش قوي، بس كده خلاص مش محتاجه اكتر من كده، هشيله على جنب. هجيب طاسه تانية احمر السنوبر بتاعي اللي هحطه فوق الوش، بس هحمره بطريقه مختلفه شويه. هحط الزيت الاول، حبه زيت زيتون، اقلب بس الصوص. كده خلاص الصوص بتاعي جاهز، هي دي السماكه اللي انا عايزاها فيه. هشيله من على النار، هحط له مستردة وهحط له الجبنة المبشورة. بس كده هشيله على جنب. هنحمر الصنوبر بتاعنا. انا هحضر كل حاجه للاكله وهجمعها كلها على بعض، هوريكم دلوقتي ازاي. هحط الصنوبر، هحط عليه معلقه سكر، وهحط عليه بابريكا. واول لما السكر بتاعي يبتدي يسيح هبتدي اقلب. غالبا القرنبيط كمان اللي انا حطاه في الفرن ابتدى يخلص خلاص، هشيله. هبتدي السكر اول لما ساح هبتدي اقلب الصنوبر بتاعي في السكر والبابريكا. هبتدي اقلي بصل، هدبله بس عشان الم كل المكونات على بعض. نقطة زيت، هحط البصل، هحط له شوية ملح وفلفل وشوية مرمرية. اسود، شويه ملح. الصوص بتاعي اهو جاهز، البصل كمان هحط عليه البصل بتاعي بعد لما حمرته. والبصل ده كمان ممكن يتحط، يعني ممكن تعملي البصل لما يدبل تقومي حاطه الدقيق ومكمله بقيه الوجبه بتاعتك، حاطه الدقيق، حاطه الزبده معلش الاول، ومظبطه الدقيق وحاطه اللبن وعملتي فيه الصوص كده عادي. ادي البصل، وانا عايزه الصوص بتاعي يهدى شويه هحط عليه البيض. انا احب طبعا احط البيض في بوله عشان نقلب على طول. طيب ادي البيض بتاعي جاهز، ده شكل القرنبيط بتاعي بعد لما طلع من الفرن. حطيت عليه ملح وفلفل، زيت زيتون، وحبه مرمريه صغيرين. خلي بالكم المرمريه بتمرر جدا في الاكل، فلازم وانتوا بتستعملوها تبقوا حريصين جدا. البيض بتاعي قلبته، احطه على خليط الجبنه، الوايت صوص بالجبنه. هقلبه كده وهحط عليه شوية بابريكا، برضو أنا بحب البابريكا جدا. هي الوصفة دي فيها بابريكا مدخنة، إحنا البابريكا المدخنة مش متوفرة عندنا،
بس البابريكا العاديه هتشتغل. انا عايزه ارص القرنبيط بتاعي زي ورد، يعني هرصصه بطريقه واحط عليه الصوص. هجيب بس مقص، انا عايزاه زي وردات كده محطوط عشان يبقى شكله حلو في التقديم. بس كده هبتدي احط الصوص بتاعي عليه. وهدخله الفرن لمدة تقريبا 3/4 ساعة. أنا عايزة لما أدخله الفرن الوسط بتاعه يكون شوية بيتحرك، يعني ما سيبوش لغاية ما ينشف حتى من وسطه.